الياس المالكي والتباهي بالاوديو ديالو اللي كان تسمع قال لك باللي خرج من الحبس بحال جاي من الحج ولا بحال شي لعاب كبير دار شي انجاز كبير. قال لك جديده كامله فرحانه به وسموه السي الشريف. اول حاجه غادي يدير الياس المالكي اليوم هو غادي يبدا طالقها علينا وغادي يقول لك انا كنت في الحبس، خصوصا ان السجن ديال جديده مقاود مع السبيطار اللي كاين في جديده حدا بعضياتو. يقول لك انا اللي كنت حاكمها، انا اللي حاكم الشوبري. الياس المالكي معروف بالطلاقات وبالتشوقير وبالكذوب، غداش كذب علينا الياس. لا مجد طالق علينا، كنت حاكمها حكا دخلت بنادم تعطيني التحيه، كنت حاكم في كل شيء. داك الطالوقي اخلي عندك، انا اليوم المغربي الوحيد اللي غيوقف لك في ضدك وفي وجهك وغادي دير ها غادي تفافى طيح في الزلافه مع الطيحه مع بصيحه. الياس المالكي الملقب بولد ملكة تمسيك عليك دبر عليها. اشكلاش يا عباد الله، غنخرج لك الرع سالينا الرفيعات الجلسه.